دي هاو ار يو، ان شاء الله يا رب تكونوا بالف خير. معكم يارا ورجعت لكم بفيديو جديد. بتمنى الكل يكون عم يعمل سبسكرايب على قناتنا على اليوتيوب وكمان فولو على صفحتنا على انستغرام، رح تلاقوا رابط صفحتنا بالديسكربشن تحت. بتمنى جايز قبل ما نبلش الكل يعمل سبسكرايب ويفعل زر الجرس ليوصلكم كل جديد. وهلا خلينا نقول ليتس جو. اوكي جايز، رجعت لكم من جديد. اليوم الموضوع اللي رح نحكي عنه كثير مهم ومفيد جدا. رح نحكي عن الكركم يلي هو نوع من التوابل الهنديه وكان يستخدم قديما بالطب الصيني والهندي والى الان ايضا يستخدم بعلاج بعض الامراض. خليني اقول انه للكركم كثير فوائد عظيمه، وخليني فوت مباشره بالموضوع واحكي على القيمه الغذائيه للكركم يلي هو بيتركب من 90% من ماده الكركمين يلي بترجع على جسمنا بفوائد كثير عظيمه، بالاضافه لاحتوائه على الكثير من العناصر الغذائيه المهمه والمعادن والفيتامينز مثل الكربوهيدرات والبروتين والكالسيوم والحديد الزنك، ايضا فيتامين كي فيتامين دي وايضا الزيوت الاساسيه. فهيدي كانت القيمه الغذائيه للكركم. اضافه ما حانسى الشيء كثير مهم واللي رح ندخل فيه للفوائد اللي ممكن احصل عليها من الكركم، انه الكركم بيحتوي على مواد مضاده للالتهابات ومواد مضاده للاكسده، بالاضافه لمواد مضاده للفيروس والبكتيريا وايضا الفطريات. So guys، بما انه الكركم بتميز بهيدي الخصائص المذهله والرائعه، فخصائصه المضاده للالتهابات بتميزه وبتعطيه اول فائده واللي هي كثير مهمه، انه هو مضاد قوي للالتهابات. بالفائده الاولى للكركم نقدر نقول انه الكركم هو بحفز جهاز المناعه وايضا بيساعد بعلاج كثير من امراض المناعه الذاتيه، منها التهاب المفاصل الروماتيدي وايضا علاج الصدفيه، ورح نحكي بعدين باخر الفيديو لهيك خليك معنا كيف ممكن انا اعالج الصدفيه عن طريق الكركم. ايضا ممكن يساهم بعلاج الربو. الميزة الثانية للكركم انه هو بيساعد بالتئام الجروح والحروق واعادة نمو الجلد التالف، فهو مطهر فعال جدا وايضا هو مسكن ومهدئ للالم بطريقة كتير فعالة. خصائصه بانه هو مضاد للفيروس والبكتيريا، ايضا بتساعده على تخفيف السعلة ومقاومته اثناء تعرضنا للجريب. الفائدة الثانية للكركم خسارة الوزن وحرق الدهون، وهذا الشيء اكدته كتير من الدراسات والتجارب يلي قالت انه الكركم بيساهم بعملية التمثيل الغذائي للليبيدات وبالتالي بيساعد بخسارة الوزن وتنحيف البطن. ايضا هو بيساعد بتقليل انتاج الانسجه الدهنيه من خلال زياده الاوعيه الدمويه، كمان بيحفز الجسم لحرق الدهون بالعمليات الخاصه بالمحافظه على درجه حراره الجسم. ما حننسى نقول عن ميزته بتحسين عمليات الهضم وبيقلل من اعراض الانتفاخ والغازات، وايضا بيساهم بعلاج بعض مشكلات التهاب الامعاء. بالاضافه لميزه ثانيه رح نحكي عنها ايضا بفائده ثانيه لإله، انه هو بيساعد على خفض مستويات سكر الدم وبيحد من مقاومه الخلايا للانسولين يلي هي مسؤوله عن زيادة إنتاج الدهون. أما الفائدة الثالثة للكركم هي تقليل مستوى الكالسيوم في الدم. نحن بنعرف إنه إذا كانت الكالسيوم مستوياته كتير عالية بالدم فهيدا بيسبب لي مشكلات صحية كتير خطيرة علي، وخاصة بيعانوا من مشكلات بالقلب أو أمراض أوعية دموية. لهيك الكركم بيخفض من مستوى الكالسيوم بالدم وبالتالي بيمنع من حدوث هيدي الأمراض. الخاصة أو الفائدة الرابعة اللي رح أحكي عنها للكركم إنه هو له فائدة كتير كبيرة على صحة الكبد وإزالة السموم، فهو ممكن كتير يحارب أمراض الكبد وأيضا بينشط وبيحسن الدورة الدموية. أما كيف بيزيل السموم، فنحن بنعرف انه الكبد مسؤول عن ازالة سموم الدم من خلال انتاج الانزيمات، والكركم بيساعد على انتاج هيدي الانزيمات الحيوية، هيدا الشيء اللي بيخلي السموم تقل من جسمنا بفعالية كتير كبيرة. دور الكركم بمحاربة الزهايمر، كتير من الدراسات والابحاث اثبتت انه للكركم دور كتير كبير بمنع او ابطاء تطور مرض الزهايمر عن طريق ازالة الترسبات البلاكس الناتجة عن تراكم بروتين البيتا اميرويد بين خلايا الدماغ، فبالتالي ممكن يكون له دور كتير كبير انه يمنع مرض الزهايمر ويحسن من الذاكره. كيف ممكن يسيطر على مرض السكر؟ وهذا الشيء بيصير عن طريق احتوائه على المواد المضاده للاكسده يلي اثبتت الدراسات انه بتساعد وبفعاليه كتير عاليه على تقليل مقاومه الانسولين، وايضا له دور في تحسين السيطره على مستويات الجلوكوز وبيزيد من تاثير الادويه المستخدمه بعلاج مرض السكري، بس اكيد ممكن يكون له تاثير عكسي عند الاشخاص المصابين بمرض السكري، لهيك يفضل استشاره الطبيب قبل استخدامه لانه ممكن يصير في تأثيرات سلبية وعكسية لما ممكن استخدم أدوية مخصصة لمرض السكري مع الكركم، هيدا الشيء ممكن يعود علي بتأثيرات سلبية على صحتي، لهيك يفضل اني اسأل او استشير الطبيب المختص قبل استخدام الكركم. كيف ممكن الكركم يكون له دور بمكافحة السرطان؟ عن طريق العنصر النشط بالكركم اللي هو الكركمين، واللي دوره كتير كبير لانه بحفز الخلايا للقيام بالعملية اللي بتسبب بتدمير ذاتي للخلايا السرطانية، فمعلقة صغيرة من الكركم بتساعد فعلا بالوقاية من العديد من السرطانات وبتدمر الخلايا السرطانية لاحتوائه على مواد مضادة للأكسدة
المعدة وهيدي المواد قوية جدا. So, ممكن كثير من السرطانات قدر انا اتغلب عليها عن طريق ملعقة صغيرة من الكركم بشكل طبعا منتظم ودائم، طبعا بالاضافة لكثير من العلاجات والنظام الغذائي الاخر اللي ممكن يوصف لك يا طبيبك، ولكن الكركم ممكن يساهم بمكافحة سرطان القولون والثدي والبروستات وايضا الجلد، وتبين له دور بتعزيز فعالية بعض انواع العلاج الكيميائي والتقليل من اثاره الجانبية. خلينا نحكي هلا وبسرعة كيف انا ممكن طبق الكركم بنظامي الغذائي او كيف ممكن استخدمه. هيدا الشيء بيصير عن طريق رش بودرة الكركم على الاطباق الغذائية اللي انا ممكن عم احضرها من ارز او شوربات مختلفة كشوربة الدجاج او شوربة الخضار، ممكن استخدمه ايضا بالسلطة. ايضا ممكن انا اعمل شاي الكركم يلي هو عبارة عن معلقة صغيرة من الكركم مع مي وبتركه شوي لحتى ينحل ضمن المي الدافية وبعدين بشربه مثل الشاي العادي تماما. والناس بالهند ما بتضيفه بس لفائدته، ايضا بتضيفه لانه بيعطي الوان زاهية بالنسبة لهم على اطباق. الكركم طبعا متواجد ايضا على شكل زيت الكركم وايضا متواجد على شكل حبوب ممكن نحصل عليه من الصيدليات ببساطة. خلينا هلا نحكي بفائدة كتير مهمة ايضا للكركم، وكلكم ناطرين كيف انا الكركم ممكن يساعدني بالحفاظ على جمالي وعلى بشرتي وعلاج بعض الاشكال اللي انا ممكن تعاني منها بشرتي وتظهر على الجلد. الكركم فائدة كتير كبيرة بمكافحة الامراض الجلدية المختلفة، من اهم هيدا المشاكل اللي ممكن يعالجها الكركم هو الاكزيما. مثل ما ذكرت قبل انه هو مسكن ومهدئ فعال جدا، فهو بيسكن البشرة وبيخفف اي تهيج ممكن يطلع عليها من وراء الاكزيما. ايضا بيساهم بعلاج الصدفية مثل ما ذكرت سابقا لاحتوائه على مضادات اكسدة ومضادات التهاب. كيف ممكن عالج انا الصدفية؟ ممكن عالج الصدفية عن طريق تناول مكملات الكركم او عن طريق تناول الاطعمة التي تحتوي على الكركم مثل ما ذكرت قبل شوي، بالاضافة لاستخدام ماسك للصدفية. وحلاقي كتير نتائج مرضية. الماسك عبارة عن نص معلقة صغيرة من الكركم مع مي دافية، بخلطهم بشكل كتير منيح، بعدين بحطهم على المنطقة المصابة بالصدفية وبحط فوق الماسك قطعة شاش وبترك هيدا الماسك لمدة يوم كامل. لتاني يوم في الصبح بشيل قطعة الشاش وبغسل وجهي بالماء الدافئ، وطبعا بتتكرر هيدا العملية يوميا من 9 ل 12 اسبوع وحلاقي نتائج مبهرة. ايضا في تجارب كتيرة قالت انه هو ممكن يساعد بعلاج الثعلبة عن طريق اعادة انبات شعر فروة الرأس بمناطق فراغات. وللكركم فائدة كتير كبيرة بإبطاء نمو شعر الجسم، رح ألقى الماسك اللي ممكن نستخدمه بآخر هيدا الفيديو، بالإضافة لمكافحته لشيخوخة البشرة وتسريع شفاء الجروح. مثل ما حكيت قبل إنه هو بيحتوي على مواد مضادة للالتهاب، فهو بيساعد على التئام الجروح والحروق بسرعة كتير كبيرة، وأيضا بيعزز من عملية تكوين الكولاجين بالبشرة، هيدا الأمر اللي بيخفف من قابلية ظهور ندوب بعد شفاء الجرح. ما أنسى فوائده الكتيرة اللي هي إطفاء نضارة ملحوظة وتوهج على البشرة، وأيضا بيفتح البشرة وبيتخلص من التصبغات خلال 3 اسابيع او 4 اسابيع بالكتير. خليني كمان احكي انه له كتير دور كبير بتخفيف هالات السوداء حول العين نتيجة المواد اللي بيحتويها، وبتساعد على تفتيح البشرة بشكل طبيعي. كمان هو بيساعد على تقوية الدورة الدموية بالمناطق اللي بيتم تطبيق الماسك عليها على البشرة، ودور اللي كتير كبير وتحديدا للبشرة الدهنية بمكافحة حب الشباب والندوب اللي بتخلفها البثور، وهيدا الشيء بسبب خصائصه المعقمة والمطهرة والمكافحة للبكتيريا. اوكي جايز، مثل ما حكيت لكم قبل شوي على الفوائد كتير مهمة ممكن يقدمها الكركم لا البشرة، خلينا نفوت هلا لنحكي عن اهم الماسكات اللي ممكن انا اطبقها على بشرتي واحصل على فوائد كثير قيمه وبترضينا. ليتس جو. سو جايز، من اهم الماسكات اللي انا ممكن استخدمها لعلاج البشره، خلينا نحكي على مكافحه حب الشباب. ملعقه صغيره من العسل مع ملعقه صغيره من الكركم مع شويه قطرات من الليمون، راح امزج المزيج كثير منيح واحطه على بشرتي واتركه لمده 15 دقيقه، بعدين بغسله بمي فاتره. الماسك الثاني لعلاج حب الشباب هو عن طريق استخدام الكركم مع الحليب، الاثنيناتهم بيحتوي على خصائص كتير مهمة بمعالجة حب الشباب. هي الطريقة ملعقة صغيرة من الكركم مع 3 ملاعق كبيرة من الحليب ومعلقتين كبار من الطحين وشوية قطرات من العسل. بخلط المزيج بشكل كتير منيح وبحط هيدا الماسك على بشرتي بطريقة كتير لطيفة وبتركه لمدة 15-20 دقيقة، وبعد 20 دقيقة بغسله بالمي الدافية بحط المرطب اللي بيناسب بشرتي كتير. الطريقة الثالثة لعلاج حب الشباب هو استخدام الكركم مع دقيق الحمص يلي بيساعد على تطهير الجلد وبيمتص الزيوت الزائدة، فبيمنع ظهور حب الشباب. ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع ملعقتين لثلاث ملاعق كبيرة من الزبادي وملعقتين صغار من دقيق الحمص وعصير الليمون إذا أنت حبيتي تحطيه. كيف ممكن طبق هذا الماسك على بشرتي؟ بمزج المكونات بشكل كتير منيح وبوزع الخليط بشكل متجانس على بشرتي، بعدين بتركه لحتى يجف لمدة 15 أو 20 دقيقة أو 25 دقيقة حسب الوقت اللي بياخذ لجفافه. بلش حاول
بزيل الماسك عن طريق الأصابع المبللة بالماء. بعد ما بخلص بغسل وشي ببساطة وبكرر هيدا الماسك مرة كل أسبوع طبعا، وبحط المرطب المناسب لبشرتي. الماسك الثاني اللي هو لعلاج الجروح جايز، ملعقتين صغار من الكركم مع شوية مي أو زيت جوز الهند، هيدا المزيج بخلطه بشكل كتير منيح. بعد ما بعقم منطقة الجرح بحط هيدا الماسك عليها وبغطيه بمنطقة تي بي الشاش. بعد 24 ساعة بزيل هيدا الماسك وبغسل بالمي الدافية. علاج علامات تمدد الجلد، بمزج معلقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة صغيرة من بودرة الكركم وبضع قدرات من عصير الليمون، بعدين بفرك البشرة بمناطق تمدد الجلد فيها مرتين يوميا لحتى نحصل على أفضل نتائج ممكنة. كيف ممكن اتخلص من الشعر الزائد؟ هيدا الشيء كتير بسيط، فانا بس بتبع الخطوات التالية اللي هي نص كوب من الحليب البارد مع نص كوب من الطحين وملعقتين كركم، وبعدين بطبق هيدا المزيج على المنطقة اللي انا بدي زيل منها الشعر الزائد، وبترك المزيج حتى يجف، وبعدين بغسل المنطقة بمي دافية. كيف انا بقلل علامات تصبغ الجلد؟ هالشي بيصير عن طريق استخدام ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم مع شوي من عصير الليمون. الطريقة انه بخلط المكونات مع بعضها بطريقة كتير منيحة، وبحط الماسك على المنطقة اللي بتحتوي على تصبغات وبتركه لمدة 20 دقيقة. بهيدا الماسك بدي حاول اتجنب اشعة الشمس الضارة لمدة ساعة على الاقل، ويفضل استخدام هيدي الطريقة قبل الاستحمام. بعد ما بخلص بغسل وجهي بالمي البارد وبستخدم هيدا الماسك مرة واحدة يوميا. اما عن تقشير البشرة، فالكركم كتير بيساعدنا لنقشر بشرتنا مرتين بالاسبوع عن طريق الماسك التالي. ملعقة كبيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من المي أو خل التفاح أو ماء الورد، وطريقة الاستخدام بتكون عن طريق بنخلط هيدا المكونات ونحط الماسك على وجهنا بطريقة لطيفة جدا، ونتركه لمدة 15 ل 20 دقيقة. بعدين بغسل وجهي بالمي الدافية وبزيل هيدا الماسك. برجع بذكر انه التقشير بيساعدني على إزالة طبقات الجلد الميتة ويجب استخدامه مرتين. أما الماسك اللي رح أحكي عنه هلأ فهو ماسك غني جدا وبيساعدني كتير على تغذية بشرتي وتنقيتها وترطيبها. الأول هيدا الماسك هو العسل اللي بعرف قديش بيحتوي على مكونات بترطب البشرة، وأيضا على مواد مضادة للالتهاب بتساعد على تقليل الإحمرار والالتهاب الناتج عن حب الشباب. كمان العسل بيفيد بالشفاء من ندبات حب الشباب وبيخلي البشرة ناعمة كتير. اما المكون الثاني اللي هو الزبادي او اللبن اللي بيحتوي على حمض اللاكتيك اللي بيزيل خلايا الجلد الميتة وبيأخر علامات الشيخوخة وبيحافظ على مستوى بي اتش مناسب وسليم لبشرتك. بالاضافة للمكون الثالث اللي هو زيت جوز الهند اللي بيحتوي على خصائص مضادة للبكتيريا ومضادة للاكسدة اللي تحافظ على بشرتك شابة وخالية من العيوب والندب. هلا كيف انا ممكن اطبق هيدا الماسك؟ 3 ملاعق صغيرة من الكركم مع ملعقة كبيرة من الزبادي وملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من زيت جوز الهند. بخلط هدول المكونات بطريقة كتير متناسبة وخالية من التكتلات، وبطبق الماسك على بشرتي لمدة 15 دقيقة، بعدين بغسل وجهي بالمي الفاترة، وهيدا الماسك ممكن حطه مرة. الماسك اللي رح احكي عنه لحتى نحارب فيه التجاعيد، نحن بنعرف التجاعيد تطلع بسبب ترقق الطبقة الخارجية من الجلد كل ما تقدمنا بالعمر، وهيدا الشيء بيخلي الجلد يفقد مرونته لتظهر التجاعيد. لهيك عندي هيدا الماسك المناسب كتير لبشرتي. اللبن مع الكركم، اول شيء ملعقه صغيره من الكركم مع ملعقه كبيره من اللبن، خلطيهم مع بعضهم وطبقي الماسك على بشرتك، رح تحصلي على بشره صافيه ونقيه جدا، وايضا بتحاربي بذلك علامات الشيخوخه. سو جايز، كانت هيدي اهم الماسكات اللي انا حكيت لكم عنها. طبعا في عندي ماسكات ثانيه، العصير الخيار والكركم، وايضا الكركم الشوفان والعسل. في كتير كمان ماسكات تانية من الكركم كتير بتفيدنا وبتغذي البشرة وبتعطيها نضارة. اوكي جايز، انا حكيت عن كتير فوائد للكركم وعن قيمته الغذائية، بس ما حكينا عن ممكن تأثيرات سلبية يسببها الكركم. جايز، الاستهلاك الزائد للكركم ممكن يسبب جفاف وامساك، وايضا ممكن يسبب تلبك بالمعدة او حتى بالكبد. ايضا في اشخاص اللي يفضل لا يستعملوا الكركم بدون استشارة الطبيب، مثل الاشخاص المصابين بمرض السكري مثل ما ذكرت قبل شوي. ايضا الاشخاص يلي بياخدوا وبيتناولوا مميعات زمت ذلك الأسبرين، يفضل استشارة الطبيب قبل ما ياخدوا الكركم، لأن الكركم بيعمل على تحفيز تجلط الدم. بالإضافة للنساء الحوامل أيضا الكركم عامل لتحفيز انقباضات الرحم. So guys، أنا بكون خلصت اليوم عن الكركم وفوائده وعن أهم الماسكات. بتمنى ما أكون طولت عليكم، وبتمنى تكونوا كتير استفدتوا من الكركم. بوعدكم أني أنا رح أحاول نزل تطبيق عملي لهالماسكات على صفحتنا على الانستغرام سكريت. بتمنى اللي لسه ما عمل فولو الكل يروح يعمل فولو. ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتحطوا لي تحت كومنت وتعطوا
تعطوني رأيكم بالفيديو وأي اقتراحات بتحبوا نحكي عنها أو أسئلة حابين تطرحوها علي لجاوبكم عليها. بلس جايز بتمنى تعملوا شير للفيديو لحتى تعمل فائدة على أكبر عدد من العالم. بنهاية هذا الفيديو بدي أتشكر كل شخص عم بيتابع قناتنا وصفحتنا على انستغرام بالإضافة لدعمكم لنا. شكرا كتير لكم وإن شاء الله بشوفكم قريبا بالفيديو الجاي. Love you guys. Bye.